حلوة. خلو عاد يخلو عاد. أعضاء المجلس الشعبي الولائي. حتى خرج اللي فوتوا. رئيس بلدية طهران حقيقي صلاح Thank you.
حفظ الراجل لا يغيب على راديو اس، ما هو السر؟ صداقة لقاد الراس ولا حبا للرياضة؟ الاثنين، وكاين ربما سبب ثالث. لا تنسى مدينة وهران عزيزة علينا كثير، وعندي كثير من أصدقائنا في وهران. قد شافي طبعا مجهوده كبير جدا، مداومته على تنظيم مثل هذه التظاهرة، ومداومته أيضا على أنه يجمع كل هذه الفئات الشبانية، ويجمع كل هذه الشخصيات في دورة الراديوز أو في دورات الراديوز. هذا من جانب. من جانب أخر، من جانب ثاني، حبنا للرياضة أيضا يخلينا نكون حاضرين في مواعيد مثل هذه. إضافة إلى ذلك أنه أنا في عطلة، وبالتالي لا يمكن أن أضيع مناسبات مثل هذه. فعلا أنا سعيد جدا بما تقوم به مؤسسة راديوز، وسعيد جدا أيضا بحضوري في مدينة وهران. الله يرحم والديك، شكرا. هيا كودي، هيا بعد شيف قعدوا هنا. هنا ايوا ايوا
Thank you.